2-1 لغانا على المنتخب على مصر في اللقاء الودي. وادي تدخل والهدف الثالث، مسعد عوض يخطف الكرة يدخل ويضغط عليه اللاعب رقم 5 بيرايت اتجاي، لسه بيسند كده على ركبته وعايز يطلع ويسجل الهدف الثالث برايت اتجاي في الدقيقة 10 من زمن الشوط الثاني. ادي مسعد عوض، اخطاء بقول لحضراتكم يعني غريبة جدا. كرة ترجع له من ياسر ابراهيم، اهو كان يقدر يطلع على طول مره واحده، لسه بيسند وبيمرجح رجله، دخل على طول معاه برايت اتجاي يسجل الهدف الثالث.